قصاد ليلى من الشرقية نيوز، نحييكم ونتولى على تقديمه من لندن. أنا سعيد شبيب وزميلتي شيرين درويش. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحصاد. كالمعتاد البداية مع العناوين. هناك مشاكل موجودة ذات بعد سياسي، أقول بكل صراحة. بعد سياسي؟ ذات بعد سياسي. سليم الجبوري للشرقية نيوز. إقرار موازنة 2015 مرتبط بتسويات سياسية ضمن وثيقة الاتفاق وقرار حاسم بشأن الحرس الوطني خلال أيام. You know, oil prices had dropped to about 40% of their level last year. Iraqi economy and budget relies 85% on oil, and this has been disastrous for us. هبوط النفط كارثي وقد يضعف قدرة العراق على صد داعش، يقول العبادي أمام مؤتمر لندن. والتحالف يطالبه بحكومة شراكة حقيقية. اتحاد القوى يوجه انذارا اخيرا الى الحكومة. جماهير المحافظات المنكوبة لن ترضى باقل من استحقاقاتها ولن تبقى مكتوفة الايدي دون موقف سياسي. تصفية منظمة لعلماء البصرة. ميليشيات إجرامية تغتال أحد أئمة وأساتذة أبي الخصيب، والغموض يلف نتائج التحقيق بجريمة الزبير. تجي ضعيفة صحيح مرات، أو تجي وتنطفي، تجي وتنطفي. محاولات بها تلف، اللوائرات كلها شغلات. من هذا الصفحة على ذاك السايد ساحبين كهرباء، واللوائرات كلها مدندلة بالشارع ويوم يباقى كهرباء. 1200 ميجاوات من الطاقة خارج الخدمة، غدات تقارير عن عقود يشوبها الفساد بين وزارتي الكهرباء والتخطيط. مساء الخير، ونبدأ هذا الحصاد فيما يخص موازنة العراق، حيث كشف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن إقرار موازنة 2015 مرتبط بتسوية قضايا ذات أبعاد سياسية تم الاتفاق عليها قبل أن تتشكل الحكومة العراقية قبل 4 أشهر. الجبوري قال في حوار مع الشرقية نيوز إن الكثير من القضايا المتعلقة بورقة الاتفاق السياسي لم تنفذ، خاصة ما يتعلق بالحرس الوطني وأزمة النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم، وإنه في حال تسوية جميع هذه المشاكل في الاتجاه الذي يحقق الصالح العام فإن الموازنة ستقر. حقيقة اللجنة المالية بذلت كل جهد في تخفيض بإعاز طبعا بتخفيض النفقات الموجودة، وهناك مواطن فعلا وجدتها لا ضرورة لها. طبعا انخفاض أسعار النفط، عدم ثباتها، مو بس انخفاض، عدم ثباتها هم يجعلنا غير قادرين فعلا على أن نأتي إلى لحظة الحسم النهائي في تشخيص الموارد وأيضا منافذ الصرف. لكن في قناعتي أن الموازنة يمكن تمريرها خلال يعني الأيام القادمة بعد أن تقدم اللجنة المالية تقريرها بشكل واضح. يعني هناك مشاكل موجودة ذات بعد سياسي، أقول بكل صراحة. بعد سياسي؟ ذات بعد سياسي، منها ما يتعلق بالاتفاقات السياسية التي لم تنفذ. هناك مطلب بضرورة إنجاز ما تم الاتفاق عليه، وخصوصا ما يتعلق بالحرس الوطني، لأن أكو فقرة بالموازنة تؤشر أنه أي تشكيل سيكون بعد إقرار الموازنة لا يعتد به إذا كان ببعد مالي. ما يعني ذلك أن قضية الحرس الوطني يمكن تأجيلها سنة أخرى، وهذا يولد عدم رضا وإحباط عند فريق سياسي موجود. هناك أيضا مبالغ تم صرفها إلى النازحين قد لا تكفي بالمستوى الذي يجب أن تصرف لهم. وعليه هذه المسائل السياسية إذا تم تسويتها بالاتجاه اللي نحقق بالاتفاقات اللي تمت، بعد ذلك نستطيع أن نتحدث عن الموازنة وإقرارها. رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف أيضا عن جلسة للرئاسات الثلاث ستعقد خلال الأيام المقبلة لاتخاذ مواقف حاسمة ونهائية بشأن الموازنة والخلاف حول قانون الحرس الوطني. حسب علم النسخة النهائية تم يعني إنجازها من قبل اللجنة اللي كلفت ضمن إطار مجلس الوزراء. صحيح ما أقرت داخل مجلس الوزراء وهو المهم وينبغي أن تقر، لكن واحدة من أبرز المشاكل بمن يرتبط الحرس الوطني، بالمحافظين، بالقائد العام القوات المسلحة، جدل كبير في هذا الجانب بما ينعكس حتى على
رغبة الكتل السياسية في بتمرير هذا القانون من عدمه، وعليه يعني طبعا إذا جاء للبرلمان راح يأخذ مدى آخر من النقاش اللي نقدر ننتهي إلى صيغة واضحة. لكن المهم عندنا الحقيقة أن يوجد، لأن أكو ثقة عند السياسيين اليوم الزعزعة أنه هل سيتم المضي باتجاه تنفيذ ما اتفقنا عليه بإيجاد هذا التشكيل اللي هو الحرس الوطني، وهو الذي يختلف عن الجيش ويختلف عن الداخلية. هذا اللي بصراحة احنا راح نضغط، وسيعقد تعقد جلسة للرئاسات الثلاث خلال الأيام القريبة حتى تناقش هذه المسألة وتناقش الموازنة ويتخذ موقف حاسم يتحمله الجميع، لا يتحمل الطرف دون آخر. رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تحدث على الشرقية نيوز عن أبرز ما دار خلال اللقاءات التي أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في أنقرة واسطنبول. هذا وقال إنه لمس لدى الأتراك قلقا مما يحصل في بعض المحافظات العراقية، سواء من وجود داعش أو الممارسات التي تحصل بعد زوال التنظيم، وأضاف بالنص أن العلاقات العراقية التركية لم تترسخ حتى الآن باتجاه اتخاذ خطوات عملية. تركيا لا زالت توجه نقد إلى التحالف الدولي بصورة واضحة على أنه لم يؤدي الغاية المطلوبة منه في مواجهة المجاميع الإرهابية، وهي في ذات الوقت تشعر أنها يعني لا مجال لها ضمن إطار التحالف الدولي حتى يكون لها الدور الواضح. عندها قلق بشكل صريح وواضح وسمعته مما يحصل في بعض المحافظات، سواء من وجود داعش أو من الممارسات اللي تحصل بعد زوال داعش. نعم. وطبعا هناك قلق حتى من ذكر اسم الفككة كمنظمة يمكن أن تمدح في بعض مواطن التصريحات الرسمية على اعتبار أنها شاركت في الحملة ضد داعش. هم ينظرونها كمنظمة إرهابية. هو يقول أن لا فرق بينها وبين أي مجموعة إرهابية وبشكل واضح. فطبعا هذه النقاط تحتاج إلى حوار جاد. اللقاءات السابقة اللي قام بها رئيس الوزراء التركي إلى العراق، أو بالعكس رئيس الوزراء العراقي، قدمت يعني خطوات إيجابية، لكن لحد هذه اللحظة بكل صراحة أقول ما ترسخت باتجاه خطوات عملية. السبب؟ الكل طرف يريد أن يتيقن من مدى جدية الطرف الآخر في أنه مقبل على مرحلة جديدة يستطيع من خلالها بناء علاقة راسخة. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. ومن مواضيع الحصاد ايضا. You know oil prices has dropped to about 40% of their level last year. Iraqi economy and budget relies 85% on oil and this has been disastrous for us. هبوط النفط كارثي وقد يضعف قدرة العراق على صد داعش، يقول العبادي امام مؤتمر لندن، والتحالف يطالبه بحكومة شراكة حقيقية. إذن صدنت لندن اليوم اجتماع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا، وترأس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند الاجتماع الذي عقد في لانكاستر هاوس بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبمشاركة وزراء خارجية 20 دولة بما فيها دول عربية وتركية. وبحث الاجتماع في الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش ومصادر تمويله وخطوط إمداده الاستراتيجية والمساعدات الإنسانية التي يتوجب تقديمها في المنطقة، كما وتركز البحث بصورة خاصة على مشكلة المقاتلين الأجانب الذين ينضمون لصفوف المجموعات المتطرفة على ضوء اعتداءات باريس الأخيرة. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن اجتماع دول التحالف المنعقد في لندن أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
بضرورة وجود حكومة عراقية موحدة تضمن شراكة جميع العراقيين. كيري قال في مؤتمر صحفي مشترك مع العبادي ونظيره البريطاني فيليب هاموند إن هناك إجماعا دوليا على دعم حكومة العبادي في مد يده إلى السنة والأكراد والعمل أيضا على توحيد العراق حتى يتم القضاء على تنظيم داعش. اليوم وكمجموعة واحدة نقف متحدين لتقديم كل الدعم لجهود الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للوصول إلى الكرد والسنة وكل العراقيين وتوحيد الجهود في حكومة وحدة تمثل العراق والتحرك بطريقة فاعلة لمواجهة التحدي. أعدنا التزامنا بتقديم الدعم والتدريب والتحرك بالسرعة الممكنة وتأكدت شخصيا من ذلك مع جنرال آلين حول الموضوع وأعتقد بأن الجهد يجب أن يتركز في توجيه رسائل مضادة وخصوصا في المنطقة وسنتحدث عن ذلك تفصيليا خلال الأيام القليلة المقبلة. من جانبه حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن هبوط أسعار النفط العالمية له أثر كارثي على العراق وأن ذلك قد يضعف قدرات حكومته على محاربة تنظيم داعش. ودعا العبادي أمام مؤتمر مكافحة الإرهاب في لندن الدول التي تساهم بتسليح العراق إلى إعادة جدولة ما بذمة العراق من ديون فيما يخص عقود الأسلحة مع الحاجة إلى التسليح الأني وتأجيل الدفع إلى وقت لاحق. You know, oil prices had dropped to about 40% of their level last year. Iraqi economy and budget relies 85% on oil, and this has been disastrous for us. تعرفون أن الأسعار انهارت بنسبة 40% عن العام الماضي. الاقتصاد العراقي والموازنة يعتمدان بنسبة 85% على النفط، وكان لذلك نتائج كارثية علينا. شرحنا ذلك لحلفائنا في التحالف، وأعتقد أن هناك برنامجا للوقوف مع العراق، ولا نريد أن نرى تراجعا للانتصارات العسكرية لأسباب تتعلق بالموازنة والمشكلات المالية، وحصلنا على تطمينات من أعضاء التحالف. هناك خيار يتعلق بتأجيل دفع مبالغ الذخيرة والسلاح. العراق ليس بلدا فقيرا، لكننا نواجه مشكلات مالية ستحل في الغالب خلال عامين عندما تعود أسعار النفط للارتفاع. وللمزيد من التوضيح والتعليق تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة فرح دخل الله المتحدثة باسم الخارجية البريطانية. سيدة فرح أهلا بك. أبرز التوصيات التي خرج بها مؤتمر واجتماع لندن اليوم ومدى ارتياح المملكة لهذه الخطوة بالتحديد؟ مساء الخير. اجتماع اليوم كان اجتماع جيد جدا، جمع أكثر من 21 دولة على المستوى وزراء الخارجية في لندن، إلى جانب ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. كان الاجتماع يترأسه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ووزير الخارجية الأمريكي السيد جون كيري، وكان يسرنا جدا وجود رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي. أهم ما ناقشه المجتمعون كيفية تقييم جهود التحالف في التصدي لداعش حتى الآن، وكيفية زيادة التنسيق والخطوات المستقبلية من أجل مواجهة هذا التنظيم. وكما قال رئيس الوزراء العراقي في المؤتمر الصحفي، نهاية داعش هي حتمية لأن العراق ليس وحده بل كل العالم وراءه، والمملكة المتحدة ستستمر في مساندة الحكومة العراقية بتوجيه الضربات الجوية وتزويدها بالمعدات وتدريب القوات الأمنية وجمع المعلومات الاستخبارية والمساعدات الإنسانية. حتى الآن قدمنا 39.5 مليون جنيه استرليني من المساعدات للمحتاجين في أنحاء العراق الذين فروا من إرهابي داعش. فهذا كان اجتماع مهم، وهو أول اجتماع من بعد اجتماع بروكسل الذي جمع 60 دولة، كل الدول الذين هم في التحالف. وسنمضي قدما في اجتماعات دورية من أجل زيادة التنسيق ومناقشة الجهود والمساعي الدولية. طيب سيدة فرح، اليوم وزير الخارجية البريطاني تحدث يعني عن مدة زمنية قد تصل إلى 2 سنين لحسم الموضوع، بالتالي هل تم تداول السقوف الزمنية في الاجتماع؟
يعني منذ البداية ونحن نقول بأن هذه ليست حرب قصيرة، يجب اتباع استراتيجية منسقة.